عاجل ننشر آخر تحركات الجيش المصري والسوداني في مصر، ننشر التفاصيل. وعاجل الأقمار الصناعية تكشف عن كارثة في منطقة سد النهضة، وخبراء الأرصاد الجوية في مصر يحذرون الشعب المصري، ننشر التفاصيل. وعاجل هل يوجد عداء بين مصر وإيران أم لا، ننشر التفاصيل. والإجابة طالعة من إيران. وعاجل ننشر تفاصيل غريبة في حادث القبض على لص في مصر، وقدرت تطعن أبوها. والد ياسمين صبري يكشف سرا عن حياتها وينشر صورا خاصة بها. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك أو أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا وأخبارنا أول بأول. عاوزين نوصل لألف أو 2000 لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر مهم معانا. وعاجل الأقمار الصناعية تكشف عن كارثة في منطقة سد النهضة. استعرض أستاذ الاستشارة عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة شامبان الأمريكية هشام العسكري المخاطر المحيطة بسد النهضة الإثيوبي نتيجة تباين هبوط القشرة الأرضية أسفل جسم السد. وقال العسكري خلال كلمته بالجلسة العامة الخامسة في أسبوع القاهرة الرابع للمياه إن فريقا بحثي يضم الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أخرج دراسة هامة حول استخدام تكنولوجيا الرادار عبر الأقمار الصناعية في دراسة لرصد تحرك القشرة الأرضية رأسيا أو أفقيا في منطقة تشييد سد النهضة. وأكد أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض أن مشروع سد النهضة يتكون من إنشاءين، الأول هو جسم السد الخرساني وآخر صخري والمعروف بسد السرج الذي رفع من قدرة التخزين خلف السد الخرساني بشكل كبير، وقد يكون خطيرا جدا على القشرة الأرضية في تلك المنطقة التي يحيط بها مناطق تعاني من تقشفات وتصدعات أرضية. لفت إلى أن استخدام الأشعة المدارية المختلفة المسمى اختصارا SAR تمكنت من إمدادنا بمعلومات كثيرة ومختلفة حول تباين في معدلات هبوط وارتفاع الأرض في منطقة إنشاء سد النهضة في الفترة من 2017 وحتى 2021. وتابع هناك اختلاف واضح في ارتفاع الأرض بين قطاع الشرق والغرب للسد، ووجود اختلاف في الخصائص الجيولوجية في منطقة تشييد السد، إلى جانب وجود مناطق ضعيفة أسفل البناء الحالي للسد. وعرض العسكري خلال الجلسة صورا للأقمار الاصطناعية ترصد هبوط رأسي مستمر في إحدى نقاط سد النهضة بالتزامن مع الملء الأول، وهو ما دلل عليه بظهور موجات من المياه عند حافة الجسد الخرساني لسد النهضة. ورصدت الأشعة المدارية اختلاف في حركة المياه عند تلك المنطقة. أشار العسكري إلى أن نتائج الدراسة تعني فقط بحالة الأرض وحركة الأرض أسفل جسم السد، ولا تتطرق إلى الإنشاءات الهندسية التي لا تتناولها الدراسة ولا يتخصص فيها قائمين عليها. كما رصدت الدراسة تلوث المياه في بحيرة سد النهضة بسبب الغطاء الأخضر، وهو ما أظهرته صور الأقمار الصناعية عبر الأشعة المدارية التي لديها قدرة كبيرة على اختراق الأرض، وإمدادنا بنتائج متنوعة ومختلفة. المصدر معانا كان من مصراوي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا شيء خطير جدا لما نلاقي إن حوالين منطقة تشييد سد النهضة يوجد هبوط أرضي، ده ينذر بيعني اختيار خاطئ لمنطقة سد النهضة، وينذر بانهيار سد النهضة بسبب يعني المشاكل في هذه الأرض والمشاكل الإنشائية أيضا، لأن زي ما حضراتكم عارفين إن سد النهضة يعني مبني بطريقة خاطئة. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل ننشر آخر تحركات الجيش المصري والسوداني في مصر، وأعلنت القوات المسلحة المصرية ختام فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك حارس الجنوب واحد، والذي نفذه عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية. وألقى قائد قوات حرس الحدود المصري كلمة نقل خلالها
تحيات الفريق أول محمد زكي قائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقوات المشاركة في التدريب. أكد قدرة الجانبين على تنفيذ كافة المهام المشتركة بدقة وكفاءة عليها. وقد شملت المرحلة الختامية تنفيذ عدد من الأنشطة التي تمثل طبيعة عمل ومهام عناصر حرس الحدود وكيفية التعامل معها بما تقوم بفرضه المناطق الحدودية من حيث الظروف المعيشية الصعبة وكيفية التغلب عليها. كما تضمنت الأنشطة تنفيذ عدد من الدوريات المشتركة مع فرض بعض المواقف التي استطاعت العناصر المشاركة بالتدريب بالتعامل معها باحترافية تتم عن استعداد قتالي عالي، وذلك باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات والأساليب المتطورة في مجال تأمين الحدود. وقد أظهرت المرحلة المستوى المتميز والمهارات الميدانية والقتالية التي وصلت إليها العناصر المشاركة بالتدريب ومدى التنسيق والتعاون بين الجانبين. يأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية والتعرف على أحدث النظم والأساليب في مجال تأمين الحدود وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المنفذة للتدريب. مصدر معركة من RT أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وخبراء الأرصاد الجوية في مصر يحذرون الشعب المصري. وحذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من وجود تقلبات ملحوظة في حالة الطقس اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر وحتى يوم الاثنين 1 نوفمبر. أكدت الأرصاد في بيانها أن أمس الجمعة شهد أمطارا متوسطة وتكونات رعدية أحيانا، إما عن طقس اليوم السبت فيشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية إذ تزداد كميات الأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال مصر حتى القاهرة الكبرى. من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد على فترات متقطعة كذلك. ويشهد طقس غدا الأحد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة 20%. وأضاف خبراء الهيئة بشأن حالة الطقس الاثنين أن هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة أيضا 20%. وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى دخول السحب الرعدية الممطرة أقصى سواحل مصر الشمالية الغربية، من المتوقع أن يمتد تأثيرها على السواحل الشمالية مع مرور الوقت. مصدر معانا كامل الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، هل يوجد عداء بين مصر وإيران؟ ننشر التفاصيل. صرح العضو في البرلمان الإيراني شهريار حدري بأن إيران ومصر مستعدتان لتحسين العلاقات بينهما ولا يوجد هناك عداء بين البلدين. قال البرلماني الذي يعتبر عضوا في لجنة الأمن القومي بالبرلمان في حديث لموقع انتخاب الإخبار الإيراني، في الواقع ليس بيننا ومصر علاقات عدائية. أشار إلى أن فترات الهدوء والتوترات أمر عادي بالنسبة للعلاقات الدبلوماسية. أضاف أن إيران ومصر لم ترغبا في التباعد عن بعضهما البعض والآن الحكومتان مستعدتان لتحسين العلاقات. وأضاف لدينا الكثير من الأمور المشتركة في المنطقة وهذا قد يؤدي إلى تحسين العلاقات وتفادي التوترات. أشار إلى أن الجمهورية الإسلامية كانت دائما تؤكد أنها مستعدة لإقامة علاقات تجارية وثقافية وسياسية مع البلدان التي ترغب في ذلك. وأكد البرلماني على ضرورة تسوية الخلافات بين البلدين. أعرب عن أمله بأن العمل في هذا المجال سيأتي بنتائج قريبة جدا. وبشأن تغيير اسم شارع خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس المصري الأسبق أنور السادات في طهران، قال حدري إن هذه المسألة لم تناقش حتى الآن
ولكن قد يتم مناقشتها بعد بناء علاقات جديدة بين البلدين. المصدر معانا كان من صحيفة انتخاب. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. هل حضراتكم شايفين ان لو بقى في علاقات جيدة مع ايران ده هيبقى شيء كويس؟ وهيبقى ايه موقف السعودية من هذه العلاقات؟ وموقف الكيان الصهيوني ايضا من هذه العلاقات، لان زي ما حضراتكم عارفين ان ايران والكيان الصهيوني بينهم حرب باردة يعني في منتهى الخطورة في الوقت الحالي. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل ننشر تفاصيل غريبة في حادثة القبض على لص في مصر. نشرت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل سقوط ما وصفته بأغبى حرامي في مصر، بعدما قام أحد الأشخاص بسرقة هاتف تاجر في مدينة طهطة بمحافظة سوهاج. وبعدما قام السارق بسرقة الهاتف نشر صورته بابتسامة بلهاء على صفحة ضحيته عبر فيسبوك، حيث أصر اللص على استكمال مخططه بخطوات أكثر إثارة للاستغراب ليسقط في قبضة الأمن بمحافظة أسيوط أثناء محاولته بيع الهاتف الذي سرقه. ووفقا لوسائل الإعلام المصرية فقد تصرف اللص على طريقة فيلم غبي منه فيه، بعدما استولى على الهاتف المحمول حيث صور نفسه وزوايا وجهه، ثم نشر مجموعة الصور على حساب فيسبوك الخاص بالتاجر المجني عليه والمحمل على هاتفه المسروق ليتم تداول الصور على نطاق واسع. وتمكن اللص من سرقة الهاتف بعدما غلب النعاس الضحية في أحد الأماكن، فانتهز الفرصة واستولى على المحفظة الخاصة بالضحية وبداخلها مبلغ 3000 جنيه فضلا عن الهاتف المحمول. مصدر معانا كان من الوطن. طبعا يعني ده أغبى حرامي في مصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. يعني ده بيفكرني بالقضية بتاعة سرقة هاتف مراسل اليوم السابع، ولكن أعتقد أن الحرامي اللي سرق تليفون مراسل اليوم السابع أعتقد أنه يعني ما كانش يعرف أن فيه بس مباشر، فبص على كاميرا التليفون، وطبعا الأجهزة الأمنية قامت بالقبض على هذا الشخص. ولكن هذا الشخص يعني متعمد ان هو يعني ينشر صوره وخصوصا على صفحة التاجر المسروق تليفونه. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر. وقدرت تطعن ابوها. والد ياسمين صبري يكشف سرا عن حياتها وينشر صورا خاصة بها. هاجم اشرف صبري بنته الفنانة المصرية ياسمين صبري بعدما أعلنت مؤخرا أنها ليست على علاقة أو تواصل معه، وأنه لم يتعامل معها منذ أن كان عمرها عامين. ونشر والد النجمة المصرية عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك عدة صور لياسمين من حفل الخطوبة الأول لها وكان حاضرا معها، وقال: بعدما سمعت أكاذيب بنتي اللي ربتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطعن أبوها في ظهره. وأضاف: أصدقائنا كانوا بيجوا البيت بيشوفوها، ولما كبرت جبت لها عربية، يا ريت الناس اللي يعرفونا وجم بيتنا يردوا ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي ازاي في كل مراحلها وازاي اتخطبت وعملت لها أجمل حفلة ودي صورها. المصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. وطبعا يعني نتمنى ان شاء الله الخير لكل المشاهدين الاعزاء. كان معكم اسلام الامير وايضا ابانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج. تحيه طيبه لي ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب باذن الله، واخبار جديده وقريبه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.